لكرات البطاطا بالجبنة رح نحتاج لاتنين كوب بطاطا مسلوقة، واحد معلقة كبيرة زبدة، معلقتين كبار طحين، أربع معالق كبيرة شوفان من الكثير، معلقة صغيرة ملح، نص معلقة صغيرة فلفل أسود، رشة بابريكا، 200 جرام جبنة موتزاريلا من السنبلة. وكمان للتغطية رح نحتاج لواحد كوب طحين، اثنين بيض، واحد كوب قرشلة من الكسيح، بودرة ثوم وبابريكا. يعني ما في حدا ما بحب البطاطا، كبير وصغير الكل صح. بحب البطاطا، واحنا يعني متعودين عليها اكثر شيء انه البطاطا المقليه صح. فاليوم الشيف عملت لنا اياها بطريقه مختلفه اللي هي طريقه المطاعم، خلينا نقول فاحنا مزبوط. اليوم بدنا نعملها بس بالبيت، خلينا نشوف سهله صعبه شو الوضع صح. يا شيف؟ والله سهله الصراحه. في ناس قليلنا. كثير كانوا يسالوني عنها، يقولوا لي انه احنا بتفرط ما بعرف شو كذا، فانا هلا اعطيتكم الوصفه اللي 100% وما بتفرط. أوكي. ان شاء الله، يعني طبعا دائما الواحد بيحكي ان شاء الله. هلا طريقتها سهله، بنجيب البطاطا، انا عملت لكم اياها اليوم على حسب المقادير اللي عندنا، سلقتها وبس شو اسمه وبس صارت منيحه، قشرتها وهرستها. اوكي. بعدين حطيت لها زي ما مكتوب عندكم معلقه زبده. هلا ليه في ناس بتفرط معهم؟ لانه بحطوا كميه زبده اكثر، فبتصير البطاطا كثير مايعه، فطبعا لما بتقلوها ريحه من هذا. فانا هون بس محطوط معلقه زبده واحده. اوكي. عشان امسكها اكثر بدي احط لها طحين. وانا عجبني من عند الكسيح، في عندهم هذا الشوفان، قلت هذا بزيدها قيمه غذائيه. صح. يا سلام يا سلام. قيمه غذائيه، مش بس انا بتتعلم مني طبخ، ام تعلم منها اشياء عن جد. لا فظيعه كيف كل شيء بتحاول تخليه يعني صحي قد ما بتقدر. مزبوط. عن جد. بس زي ما قلتي احنا حتى نزيد القيمه الغذائيه، لانه بنعرف قديش الشوفان مفيد وقديش فيه الياف بتساعد كل الاشخاص اللي بتعاني من الكوليسترول، الاشخاص اللي بيعانوا من الامساك، حتى الاطفال ممكن انه نعطيهم الشوفان كنوع من انواع التغيير. يعني ممكن انه احنا ندخل لهم اياه على وجبه الفطور او على وجبه العشاء، بما انه اليوم عم نحكي عن وجبه العشاء، واليوم الشيف دخلت لنا اياه كمان بوصفه البطاطا لحتى نزيد من القيمه الغذائيه لإله. اسمها هي شايفه هي مسكت. هلا زمان احنا كنا نعجنها مع قرشله برضه بصير يعني عادي، بس احنا اليوم زي ما حكينا عشان بدنا اياها تكون قيمتها عاليه. طيب هلا رح اكون بتقدروا انه بهاي المرحله اذا بدكم تضيفوا عليها شويه بابريكا وشويه ملح وشويه فلفل اسود. يا سلام، في جبنه بالموضوع كمان. في جبنه. طيب هيها هيك نعجنهم كلهم مع بعض. مزبوط. هيها لما تحسوها انها هيك مسكت بتكون هي خلص مزبوطة 100%. اذا كانت رقيق يعني مالسة عندكم اكثر او هيك، بتكون معناها انها بدها طحين اكثر. اذا كانت مرقه يعني بتكون بدها طحين اكثر او شوفان اكثر. اوكي. طيب حلو. هي رح نعملهم هيك، نفتحها زي الكبه، كيف نعمل الكبه. ورح نحطها بقلبها جبنه. يا سلام، نفس الكبه يعني عن جد. وبعدين بس نخلص رح نحطها، نغطها بطحين، بعدين ببيض، بعدين بقرشلة. اوكي. هلا انا بحب عشان اعطيهم طعمه دائما هدول الاشياء، فبحط بابريكا على القرشلة. هاي القرشلة على فكره اللي من الكسيح اللي مكتوب عليها اكسترا كريسبي. أوكي. اللي هي فيها اشياء مقرمشه، وحبيت عندهم وحده كثير اللي هي طالعه هلا جديد اللي هي الحاره. فصراحه زاكي بتلبق كمان الحاره شوي مع البطاطا. مع البطاطا. بس خفت اليوم مش الكل يتقبلها، مش الكل بحب الحار، فعشان نحاول انه نرضي الجميع. صح مزبوط. بس بدي اجيب البيض. هاي هالبيضه، وبرضه بدنا نغطسها بالبيض. البيض. تمام. يعني خفيفه لطيفه وسهله عن جد سهله. يعني الواحد لما بيشوف كيف شكلها النهائي بيقول انه هاي صعبه وبدها شغل. لا وبدها، بس هي ما بدها صح. بس لا بالمره. هيها رح نحطها هيك بالطحين، بعدين رح احطها بالبيض. هلا كمان اشي تب بدي احكيها عشان قبل ما نطلع على الفاصل، بس نخلص دانا كثير منيح عشان ما تفرط مع الناس، لازم تنحط بالثلاجه او بالفريزر، تنحط وقت منيح لحد ما تمسك مزبوط مزبوط. مش تنقلها دايركت. مش تنقلها دايركت، بعدين بتطلع قبل بوقت وبتنقلها بزيت غميق. حلو. اوكي.
وهلا بلشت الشيف تقليهم زي ما انتم كنتوا عم بتشوفوا، في اشياء انقلوا وجهزوا، وهلا عم نرجع نقلي اشياء قدامكم عشان تشوفوا كيف بالضبط بدها اياهم الشيف يطلع لونهم لحتى تقدروا تاخذوا النتيجه اللي انتم بدكم اياها. مزبوط بدها من اللون الذهبي زي اللي معنا هلا. اوكي هلا بس بدي ارجع اذكركم انه لازم ينحطوا بالثلاجه او بالفريزر قبل بوقت عشان تمسك. أوكي. احنا هلا بس طلعناها قبل 10 دقائق من الثلاجه، هذول انا حضرتهم ورح نبدا نقلي. انا عاده بحط وحده وبستنى عليها لتبدا تاخذ لون، بعرف انه الزيت صار حمي. يعني خلص حمي، بصير انزل الباقي.